احنا قلنا الان لما ذكرت شيخنا الكريم على قضيه ان هذا صلى ولم يصلي، شلون طيب انا احقق معنى الخشوع حتى تاتيني الثمرات اللي راح نفصل فيها ونتكلم عنها؟ اول شيء الخشوع في الصلاه، دائما هذا السؤال يجينا، واحنا كلنا نحتاج ان نخشع ونراجع حساباتنا في الخشوع في الصلاه. لأن الشيخ عنده أربع أشكال أو خمسة نخليها بعد الفاصل اللي هم أنواعنا مع الصلاة. أنا دائما أسأل هذا السؤال، سألت قبل أيام كيف أخشع في الصلاة، فأضرب مثال للشباب دائما أقول لهم لو في فريق الآن مشهور عندنا وعنده مباراة مهمة، يا سلام إيش بيسوون اللعيبة قبل المباراة؟ تسخين، بيسخنوا بيدخلوا معسكر ولياقة وتدريبات وتمارين واوا عشان يدخل أجواء المباراة، عشان يدخل وهو في الفورمة زي ما يقولوا. لنفرض اللاعب ما تمرن كويس ولا سخن كويس ودخل المباراة، إيش بيصير؟ بيدخل مشتت الذهن، تمريرات وخطأ، تركيز ما فيه. ليه؟ لأنه ما سخن، لأنه ما دخل أجواء المباراة، لأنه على قول الشباب ما دخل في الفورمة، فورمة المباراة. الصلاة تحتاج لك أنك تدخل في الفورمة كمان، تحتاج تسخين، تحتاج تحضير من قبل الصلاة، مو تيجي على الإقامة الركعة الأولى الركعة الثانية. لما تيجي بدري تيجي قبل الصلاة مستشعر الوضوء، خطواتك للمسجد، الدعاء بعد الوضوء، الدعاء في الذهاب إلى المسجد، دخول المسجد، انتظار الصلاة، الدعاء بين الأذان والإقامة، قراءة القرآن، الإتيان بسنن الصلاة. ما تقام الصلاة إلا وانت داخل أجواء الصلاة. لذلك أعطيك يعني واقع نعيشه. بس المخرج يخاف يزعل عليك. لا بس 20 ثانية خلاص كلم بويس. اللي يدخل قبل الأذان، ومن بدري تجده أكثر الناس ركادة وجلوس في المسجد، فتجده آخر واحد يخرج. أيوة والله صحيح. واللي يجي الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة تجد يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، التسليمة الثانية عند الباب، يبغى يمشي لأنه ما صلى. لكن اللي جاء وحضر للصلاة وجد معنى الصلاة حقيقة الصلاة. أنواعنا مع الصلاة وأحوالنا مع الصلاة.